تحية والمواعيد الرياضية البداية بالترجي الرياضي. الترجي ينطلق اليوم في التحضير لمواجهة الأهلي المصري ضمن ذهاب نهائي كأس رابطة الأبطال الأفريقي. نذكر مباراة الذهاب إن شاء الله نهار السبت 18 ماي القادم 8 متاع الليل بتوقيت تونس، مباراة في ملعب رادس. المباراة يديرها الحكم الجزائري مصطفى غربال كحكم رئيسي، وحكم الفار هو الموريتاني دحان بدا. من المنتظر أن حصص تمارين الترجي استعدادا لمواجهة النادي الأهلي باش تكون مغلقة كالعادة بطلب من المدرب البرتغالي ميغيل كاردوزو، ومن المنتظر أن كل اللاعبين يكونوا على ذمة الإطار الفني استعدادا لمواجهة فريق الأهلي. منافس الترجي لسافر من القاهرة غدوة 6 متاع العشية بتوقيت تونس على متن طائرة خاصة في اتجاه تونس. ونذكر أنه سبق وفد النادي الأهلي الثنائي مدير الكرة بالفريق خالد بيبو والمدير الإداري سمير عدلي للوقوف على كل الترتيبات الخاصة بإقامة الفريق المصري النادي الأهلي اللي باش يجري زوز حصص تدريبية قبل المباراة، حصة تدريبية أولى نهار الخميس وحصة تدريبية ثانية نهار الجمعة قبل بنهار من مواجهة الترجي والأهلي. نذكر مباراة الذهاب كما ذكرنا 18 ماي انطلاقا من 8 متاع الليل في ملعب رادس، ونذكر وانه مباراة الإياب باش تكون يوم 25 ماي 6 متاع العشية بتوقيت تونس في استاد القاهرة. إلى تعيينات مباريات الدورة 16 كأس تونس الموسم الحالي موسم 2023-2024 البداية نهار الجمعة 17 ماي ماضي ساعتين ونصف القوافل الرياضية بقفصة تستضيف الملعب التونسي النادي القربي يستضيف النادي الإفريقي، نادي محيط قرقنة يستضيف مستقبل المرسى. المباراة هذه باش تلعب في ملعب الطيب نمهيري و 3000 تذكرة على ذمة أحباء وجماهير نادي محيط قرقنة. نهار السبت 18 ماي ماضي ساعتين ونصف الأهلي الصفاقسي يستضيف النجم الرياضي الساحلي. آخر دفعة من مباريات الدورة 16 نهار الأحد 19 ماي ماضي ساعتين ونصف في ملعب بن جنات المنسير، الاتحاد المنسير يستضيف مستقبل جابس، نادي تقدم ساقيتة الدير يستضيف النادي البنزرتي، سبورتينغ بن عروس في مواجهة مع شبيبة العمران، والأولمبي الباجي يستضيف أمل جربة. كرة القدم على المستوى العربي، البارح لاعبنا الدولي يوسف المساكني جلب الانتباه بتألق البارح يوسف المساكني رغم الهزيمة 3-2 مع فريق العربي ضمن ربع نهائي كأس أمير قطر أمام الدحيل. فريق الدحيل هو اللي تأهل الدورة القادمة، لكن التألق كان من نصيب يوسف المساكني، سجل ثنائية هدف أول في الدقيقة الثالثة وهدف ثاني في الدقيقة العاشرة، الهدف الثاني هدف عالمي من يوسف المساكني، رفع الكرة بحارس مرمى فريق الدحيل بمهارة من مسافة بعيدة، هدف رائع جدا ليوسف المساكني اللي سجل ثنائية. نذكر تألق رغم الهزيمة رغم مغادرة فريقه من ربع نهائي كأس أمير قطر. ومن كرة القدم إلى كرة اليد، إياب نصف نهائي البطولة غدوة 15 ماي مع 3 في قاعة الزواوي، الترجي الرياضي يستضيف مكارم المهدية. نذكر مباراة الذهاب في المهدية الترجي فاز 35 مقابل 30. غدوة ضمن نصف نهائي البطولة أيضا مباراة الإياب في قاعة الجورجاني مع 3 النادي الإفريقي يستضيف النجم الرياضي الساحلي. مباراة الذهاب وفات للنادي الإفريقي 36 مقابل 27. ونذكر أن الجامعة التونسية لكرة اليد أعلنت موعد نصف نهائي كأس تونس الموسم الحالي نهار الأحد 19 ماي الأربعة متاع العشية في قاعة الزواوي، الترجي الرياضي يستضيف بعث بن خيار، والأربعة متاع العشية في نفس التوقيت في المهدية مكارم المهدية يستضيف النادي الإفريقي.
ومن كرة اليد إلى الكرة الطائرة، غدوة الأربعاء الجولة الثالثة، الجولة الأخيرة مجموعة السوبر، غدوة الأربعاء متاع العشية النجم الرياضي الساحلي يستضيف الترجي الرياضي اللي رسميا توج بلقب البطولة منذ الجولة الفارطة، غدوة الأربعاء متاع العشية النادي الرياضي الصفاقسي يستضيف نادي مولدية بوسالم. قلت الترجي اللي منذ الجولة الفارطة توج بلقب البطولة، ونذكر في مجموعة تفادي النزول أن نسر الهوارية كان ضمن عودته للقسم الوطني أليف، القسم اللي غادروا موسم 2019-2020. كنا كرة قدم، كرة يد وكرة طائرة، نحكيو رياضات فردية. الحدث بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الهمم في مدينة كوبي اليابانية، وفد المنتخب الوطني التونسي غادر في اتجاه اليابان للمشاركة في بطولة العالم من 17 حتى 25 ماي. 16 رياضي ورياضية باش يشاركوا في البطولة هذه، روعة التليلي، وليد كتيلة، رؤية الجبالي، سمية بوسعيد، أحمد بن مصلح، يوسف سرا بن جمعة، ياسين الجنيشي، نورهان بالحاج سالم، بشير عقوبي، جيهان عزيز، أمان الله التساوي، سعيد النيلي، محمد نضال الخلفي، سمر بن كعلاب، ومروى الإبراهيمي. إن شاء الله بالتوفيق لأبطالنا، أبطالنا اللي عودونا بالنجاح بحصد الميداليات بالصعود على منصة التتويج في مثل البطولات هذه. نذكر بطولة العالم في اليابان من 17 حتى 25 ماي الجارية. ومن بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الهمم إلى كأس إفريقيا للفردي في تنس الطاولة المقامة في كيغالية الرواندية البارح، البطل التونسي الصاعد وسيم السيد وصل إلى ربع النهائي، غادر المسابقة من ربع النهائي بعد الهزيمة ضد المصنف الأول في البطولة النيجيري أرونا قديري، هزيمة 4 أشواط دون مقابل، ولكن نتيجة ما تعكسش المردود الكبير ممتاز زي لعبنا الشاب 16 سنة فقط، يقارع في واحد من أفضل اللاعبين في العالم، لعب الند للند، ووسيم السيد حقق أفضل نتيجة لتونس في المسابقة، معاه كان كارم بن يحيى، عبير الحاج صالح، وافد والجارسيا. والأهم ينتظر أبطالنا اللي ذكرناهم في نفس المكان دائما في مدينة كيغالية الرواندية، الموعد باش يكون مع الدورة التأهيلية للأولمبياد، رباعي تونسي مع المدير الفني غازي بالكاهية، وأيضا المدرب قدارة حمام، والمشاركة التونسية. أبطالنا من أجل بطاقة التأهل لأولمبياد باريس 2024، البطولة من 16 حتى 18 ماي الجاري، نذكر ثلاثي تأهل من كل صنف. نرجع لكرة القدم، كرة القدم الأوروبية البارح الموعد كان مع الجولة 37 من البطولة الإنجليزية، 3-3 تعادل بين أستون فيلا ليفربول. البطولة الإسبانية الجولة 35 برشلونة فاز على ريال سوسيداد 2-0. في البطولة الإيطالية الجولة 36 فوز أودينيزي على ليتش البارح 2-0، وانتصار فيورنتينا على مونزا 2-1. الليلة مباراة مهمة جدا في البطولة الإنجليزية، 8 متاع الليل توتنهام يواجه مانشستر سيتي، البطولة الإسبانية 6:30 أوساسونا ريال مايوركا، ريال مدريد 8 يستضيف ديبورتيفو ألافيش، و 9 متاع الليل جيرونا في مواجهة مع فريق فياريال. هكا نكملوا أخبار الرياضة، أجمل تحية رفقي، إلى اللقاء.